الرائد الحالي للقسم المحترف الأول شباب بلوزداد قدم إلى سيدي بلعباس وكله عزم على افتكاك نقاط المقابلة التي جمعته مع الاتحاد المحلي، وظهر ذلك جليا من خلال التمكن من الوصول إلى شباك الحارس زعراط عن طريق مخالفة نفذها اللاعب عبود نحو رأسية بوشار الذي أسكن الكرة في شباك اتحاد بلعباس بهدف وحيد جاء في الدقيقة 18 من عمر اللقاء ليرد عليه لاعب اتحاد بلعباس بالحسيني، لكن حارس شباب بلوزداد قايا مرباح حرمه من التسجيل. لتدخل عناصر اتحاد بلعباس في احتجاجات على قرارات الحكم إبرير. في المقابل وصلت عناصر شباب بلوزداد التحكم في الكرة وتسيير أطوار المقابلة. في الشوط الثاني بادر مهاجم اتحاد بلعباس بالتقدم نحو الأمام وأتيحت لهم فرصة في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب غربي الذي فشل في وضع الكرة أمام شباك فارغ. وفي الدقيقة 67 اللاعب الحسيني يطالب بضرب الجزاء. من جهته اللاعب نساخ كان مهددا للمرمى بهذه التسديدة القوية والحارس يتألق في إخراج الكرة إلى الركنية. ما تبقى من عمر اللقاء كان الأبرز فيه سيطرة شباب بلوزداد على الكرة.